بعض الخطباء الذين تحدثت عنهم، بعض الشخصيات وهكذا. هؤلاء جميعا أطراف متعددين متعددون، من الطبيعي أن البعض منهم يغضب، من الطبيعي أن البعض منهم ينزعج، من الطبيعي أن البعض منهم تصدر منه بعض التصرفات، بس هذه التصرفات على شكل كلام، على شكل منشورات، على شكل سباب، على شكل شتيمة، على شكل افتراءات، على شكل اتهامات، ما شئت فحدث، كلها حصلت، حتى وصلت إلى التهديدات، حتى وصلت إلى التهديدات.